في إطار الحفاظ على الصحة العمومية وأثناء قيام أفراد فقاط أمن الطرقات بسيدي موسى بشرطة الطريق على مستوى طريق السيار شرق غرب، تم توقيف شاحنة من أجل المراقبة الروتينية، وبعد مراقبة مختلف الوثائق وتفتيش الشاحنة تم العثور على كمية من اللحوم الحمراء موجهة للاستهلاك البشري، تنبعث منها لائحة كريهة، ليتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات. بعد عرض اللحوم المحجوزة على الطبيب البيطري لبلدية سيدي موسى والذي أكد بأن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ولا الحيواني، العملية مكنت من حجز 22 رأس خروف تقدم ب 290 كيلوغرام و 90 كيلوغرام لحم بقري، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا والمصالح المختصة، تم إتلاف السلع المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بالزعاطرية.